دلوقتي تعالوا نتابع معاكم ايه الاخبار اللي هتحصل النهارده. أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج هيستقبل حسين عوض علي وزير خارجية السودان بقصر التحرير بالقاهرة. ومن المقرر أن يعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أيضاً النهاردة هتنظم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية في 10:00 صباحاً ورشة فنية بعنوان ثورة يوليو غيرت التاريخ بمتحف الأمير وحيد الدين. كمان هتقام النهاردة فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023-2024 لطلاب جامعة عين شمس قاعة المؤتمرات الكبرى في تمام 7:00 مساء بحضور كوكبة من نجوم الفن من خريجي جامعة عين شمس. وبيأتي إقامة المهرجان هذا العام بصفة خاصة نظراً لما قدموا الطلاب هذا العام من أداء مشرف في العديد من المحافل المحلية والدولية، منها المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء اللي تم فيه تتويج جامعة عين شمس الأولى على العالم بالعرض المسرحي سالب صفر، وأيضاً حصد العديد من المراكز الأولى بمهرجان إبداع 12 إلى جانب العديد من الميداليات في عدد من البطولات الرياضية والنشاط العلمي والثقافي.